السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا النهارده استخاره بالقران الكريم باول حرف من اسمك، يعني معانا مجموعتين. بصوا كده، ادي المجموعه الاولى. المجموعه الاولى اهي، دي اصحاب المجموعه الاولى، يعني انا عايزه اهي اصحاب المجموعه الاولى دي، يعني لو انتوا حروفكم منها فانتوا اصحاب المجموعه الاولى. هي دي اصحاب المجموعه الثانيه اهي، اصحاب المجموعه الثانيه. طيب احنا هنبدا بالمجموعه الاولى. المجموعه الاولى هي حروفها ايه؟ هي حرف الالف. المجموعه الاولى حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف السين، حرف الزال، حرف الراء، حرف الزين، حرف السين، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الشين، الصاد، الضاد. ده الحروف بتاعت المجموعة الأولى. طيب هنقول تاني: ألف، ب، ت، س، زال، ر، زين، سين، شين، صاد، ضاد، جيم، ح، خ، دال. دول أصحاب المجموعة رقم واحد. طيب مجموعة رقم واحد هيختاروا اللون الأزرق، يعني المجموعة رقم واحد هم اللون الأزرق. المجموعة رقم اتنين اهي مع اللون الأحمر. هنخليها كده على جنب دلوقتي ونبدأ بقى بأصحاب المجموعة رقم واحد اللي اختاروا اللون الأزرق. حابة تختاري بأول حرف من اسمك؟ تمام. حابة الشمعة هي اللي تختار لك اللي انت عايزاه. استخارة دي الفترة اللي جاية دي كلها. نقول بسم الله ونشوف مع بعض. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة مريم، انتوا طلعت لكم سورة مريم، يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه بس تمام. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب قولوا لي بقى سورة مريم دي بتعني لكم ايه؟ سورة مريم بتديكم ايه؟ او يعني ايه اللي بينكم او ايه اللي بيحصل عندكم؟ اول حاجة انتوا عندكم دايما رحمة في قلبكم، عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من كسرة قلب او من طاقة سلبية. انتوا الفترة دي مضغوطين ضغطا تاما من اكتر من حاجة، عليكم مسؤولية كبيرة او عليكم مسؤولية عمالة تزيد. البعض منكم باذن الله هيكون في راحة حلوة جدا الفترة دي، لانه في ايه؟ لانه في امور مستجدة. الفترة دي كمان انتوا حاسين ان هي صعبة، ليه؟ علشان خاطر مريتوا بخزلان اكتر من مرة. انتوا نفسكم تغيروا من اللي انتوا فيه او نفسكم في اي حاجه تفرحكم. ربكم هو اللي عالم بالحاجات اللي انتوا بتعملوها. عندكم بشره خير الفتره دي. كمان انتوا يعني انتوا ايه مشاكلكم؟ مشاكلكم ان انتوا دايما بتلاقوا عراقيل في حياتكم، عندكم حاجات كتيره جدا بتحصل غلط عندكم. يعني ايه؟ يعني انتوا ممكن تعافروا او تيجوا على نفسكم من اجل الاخرين ومفيش اي اكتمال في اي مواضيع. في واحدة ست عندكم، الست دي كبيرة في السن، دايما بتحط اللوم عليكم ودايما بتأذي فيكم وانتم ملكمش اي ذنب. كمان انتوا هنا عندكم شكوى، والشكوى دي لله، انتوا ما بتشتكوش لحد، انتوا بتشتكوا دايما لربنا. ربنا هينجيكم وهيغفر لكم عن عذاب اليم في حياتكم. كمان في طاقة سلبية متوزعة عليكم، عندكم خبر حمل او عندكم مولود جديد او عندكم حاجة تخص اطفال جديدة. كمان انتوا بينكم ما بين الاهل بعض المشاكل، بعض الامور فيها ضيق وفيها خنقة، بس الامور دي هتتحل. كمان البعض منكم عايز يعمل حجامة، البعض منكم عايز يكشف، البعض منكم عايز يروح لطبيب، الله اعلم. البشرة اللي جاية هتخليكم تبعدوا عن ناس كتيرة جدا، وخلاص يعني انتوا حاليا بتقفلوا بيبان كتيرة جدا في وشكم، من يعني في وش ناس كتيرة موجودة في حياتكم. كمان انتوا هنا ما بقيتوش حابين تتجاهلوا حد، يعني
مش حابين ان انتوا تفتحوا مواضيع، وحابين ان انتوا تعملوا حاجات كتيرة جدا مختلفة. عندكم هنا حصدا تاما لحاجات انتوا عملتوها في حياتكم. كمان انتوا هنا ان يعني الليل والنهار عندك العكس، او عندكم العكس، يعني ممكن يكون الليل عكس النهار، او الامور عندكم منقلبة. عندكم تساقط شعر، في حاجة عمالة تتساقط منكم، في هموم بإذن الله هتنزاح من حياتكم بشكل كبير. انتوا من الاشخاص اللي هي اشخاص اجتماعية، اشخاص بتحب الحياة، اشخاص بتحب ان هي دايما تتعامل بما يرضي الله. بس الفترة دي ياريت تخلوا بالكم كويس جدا من اي حاجة في حياتكم. البعض منكم بيصوم، البعض منكم عنده ايام عايز يخلص منها، الله اعلم. البعض منكم متحمل فوق الطاقة بتاعته، وفي حاجة معينة اتأخرت عنه، وعشان كده قلقانين اول الفترة دي، او في امور عندكم بتستجد. في واحدة ست تعبانة، ست كبيرة، ام هي من ناحية العيلة تعبانة. في اشارة ليكم، الاشارة دي هتكون طاقة معينة لحياتكم، او هيكون في تجديد للامور عندكم. بس انتوا حاليا حاسين ان انتوا وحدكم، حاسين ان انتوا مهما يكون في ناس حواليكم، حاسين ان انتوا لوحدكم، حاسين ان مفيش اي حد جنبكم، مش راضيين عن اي حاجة في حياتكم. البعض منكم اتظلم من ناس كتيرة جدا، اتصدمتوا من اكتر من ناس، ومن او اكتر، ودايما الصدمة بتجيلكم من اقرب الناس اللي في حياتكم. طيب الخيانة ما زالت مؤثرة عليكم، عشان كده بتمروا بضيق من فترة للتانية. بعض الحزن اكل منكم كتير، في شخص عزيز عليكم ظلمكم في يوم من الايام، وما توقعتوش ان الصدمة او الهم او الغدر او الطاقة المؤذية دي تتوزع عليكم من الشخص ده. كمان انتوا دايما بترجعوا لربنا مهما يحصل عندكم اخطاء. عندكم اسم محمد واسم ابراهيم واسم يحيى، دول موجودين في حياتكم، او بينكم، او حروفهم موجودة في حد، الله اعلم. انتوا حد عصبكم او حد اذاكم وبعدتوا عنه، قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش معاه تاني. في هجرة عندكم، انتوا بتهاجروا حد، او ناويين تهاجروا حد، الله اعلم. بس في هجرة عندكم بشكل كبير جدا. كمان انتوا هنا بتعتزلوا، او عندكم اعتزال، او ناويين تعتزلوا عن حاجات كتيرة موجودة في حياتكم. كمان بينكم ما بين حد خطوط، بينكم ما بين حد خلاص حدود، بينكم ما بين حد مش عايزين تتعاملوا معاه، الله اعلم. انتوا دايما حاسين بالوجع، ما بقيتوش زي الاول، اعتزلتوا عن حاجات كتيرة جدا، ما بقيتوش تحبوا الكلام، ما بقيتوش تحبوا الضحك على يعني يضحكوا عليكم، ما بقيتوش تعملوا حاجات في حياتكم. عندكم شخص واحد بس في حياتكم هو اللي مخلص ليكم، هو اللي بيحبكم فعلا، وهو اللي واقف معاكم. انتوا دايما بتحبوا تمشوا برجلكم اليمين في الطريق السليم، ما بتحبوش ابدا اي طريق فيه مؤذي. عندكم رحمة، وعندكم امور مستجدة، دايما عندكم وعد، والوعد ده بيأمركم ان انتوا ما تفعلوش غير الخير. مين الشخص المريض اللي عندكم، او في حد انتوا بينكم ما بينه صداقة تربطكم بينكم ما بينه امور، الله اعلم. طيب انتوا عندكم ذرية صالحة، او هيكون في ذرية صالحة من غير اي كلام باذن الله. في حد هيحضر لكم هدية، او في هدية عندكم بتتحضر لكم او هتجي لكم، الله اعلم. كمان في خروج من محنة وخروج من ضيق. طيب مين اللي عندكم الشخص او الحد اللي طريقه نرجسي، اللي طريقه سلبي، دايما بيتبع الشهوات بتاعت الخطأ، يعني ما بيمشيش بما يرضي الله. انتوا حاليا مش مرتاحين، في ناس حواليكم عايزة تاخد من الطاقة بتاعتكم، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. مفيش حد مهتم بيكم زي ما انتوا فاكرين. انتوا بدأتوا تسمعوا اكتر ما تتكلموا، بدأتوا ان انتوا تشوفوا الحياة ماشية ازاي وفي الطريق الصح.
عندكم امر والامر ده بين ايديكم او عرض بين ايديكم، فلازم بقدر المستطاع تمسكوا فيه بقدر يعني بقد ما تقدروا. ليه؟ عشان الـ يعني الـ الحاجة اللي معاكم دي طريق خير ليكم، فلازم تخلوا بالكم كويس جدا بقدر المستطاع. انتوا ما بقيتوش زي الاول، بقيت الطاقات عندكم بتتجدد، عليكم نادر هتوفي بيه بإذن الله في طريق نجاح حلو قوي، بس في موضوعين محيرينكم وخايفين منهم قوي ومش عارفين تعملوا فيهم ايه. انتوا من وقت للتاني بتيجوا على نفسكم وخايفين جدا من اللي بيحصل عندكم. العذاب في الساعة المناسبة، مش انتوا ما تضغطوش على نفسكم، ابعدوا عن اي شر متوزع عليكم من ناس موجودة في حياتكم. في ناس بتفكر ان هي بتعمل الصح وهي ما بتعملش الصح خالص، انتوا نويتوا ان انتوا تمشوا بما يرضي الله، وده بالفعل في حاجة انتوا جيتوا على نفسكم فيها وما زالت بتعانوا منها. يعني ممكن يكون انتوا جيتوا على صحتكم ما خدتوش علاجكم المناسب، تعبتوا شوية واستنيتوا ما كشفتوش في الوقت بسرعة، تأخرتوا على نفسكم، او في امور عندكم بتحاول ان انتوا تجددوها. طيب انتوا ليه حاسين بالوحدة رغم ان في ناس كتيرة جدا حواليكم؟ ليه؟ علشان اول حاجة العين، او انتوا من الناس اللي بتتحسد بسرعة، انتوا من الناس اللي العين بتأثر عليها على طول ودايما محطوطة تحت خانة الحسد الشديد اللي في حياتكم. كمان الفترة دي انتوا هيكون عندكم رضا تاما يعني بنفسكم، رضا تاما باللي انتوا فيه. كمان انتوا هنا هيكون عندكم تحسن في الدخل، تحسن في اي حاجة في حياتكم. الفترة دي هي فترتكم، فلازم تثبتوا وجودكم بقدر المستطاع. بلاش التفكير الزايد وبلاش الضغوط اللي انتوا عمالين تضغطوا نفسكم فيها. ليه؟ علشان خاطر دموعكم قريبة على خدكم، من يعني انتوا حساسين جدا، اي حاجة ممكن تزعلكم. لو افتكرتوا الماضي بتعيطوا، لو افتكرتوا اللي بيحصل معاكم بتعيطوا، لو افتكرتوا اي حاجة بتعيطوا، ده اكبر غلط. اقفلوا باب الحزن علشان الامور عندكم تبقى فيها تحسن. انتوا مريتوا بحاجات كتيرة جدا محدش يقدر يستحملها. الفترة دي بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ربنا هينجيكم من اي حاجة. عندكم كمان طريق، والطريق ده مفتوح ليكم وهيكون فيه خير، والخير ده هيكون ليكم فرج بإذن الله. ليه؟ علشان خاطر انتوا عانيتوا اكتر من فترة. كمان البعض منكم بدأ يهتم بنفسه، والبعض منكم بدأ يفعل حاجات جديدة واشياء مختلفة. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون في يعني التزام بوظيفة جديدة، بشغل جديد، بأمور مستجدة، الله أعلم، بس في أكتر من حاجة هتستجد عندكم. طيب عايزة أقول كمان إن بالكم مشغول بأشخاص ظلمتكم، بأشخاص كسرت بخاطركم وعرفت فعلا تدخل قلبكم وتأذيكم وإنتوا كنتوا طيبين جدا أو بتتعاملوا معاها بما يرضي الله، فلازم تخلوا بالكم. البعض منكم عايز يمشي من المكان اللي هو فيه بأي شكل. ليه؟ علشان حاسين ان المكان ده كل الضغوط وكل العيون جاية عليكم، انتوا مش مبسوطين ولا مرتاحين خالص في المكان ده. المكان ده مسبب ليكم أذى، في عيون رشقة في حياتكم. العيون دي ممكن تكون سلفة، ممكن تكون ام شريك، ممكن تكون حد من اهل البيت. اهل البيت دايما هم اللي بيبقوا عارفين اسراركم. كمان انتوا روحانياتكم عالية جدا، الحاجة اللي بتحسوها بتحصل معاكم من غير ما تفكروا ولا تترددوا. يعني ايه؟ يعني في امور عندكم بتستجد، فياريت تخلوا بالكم من الستة الخبيثة الشيطانة اللي بتلعب بيكم وانتوا مش اخدين بالكم. يعني في ناس مركزة معاكم بأي شكل، في تغيير عتب عندكم، تغيير مكان، تغيير أرض، تغيير أمور، الله أعلم، بس حرفيا في أكتر من تغيير عندكم الفترة دي. البعض منكم بإذن الله هيكون في فرج ليكم وخروج من حاجة معينة، هيبقى في طاقة إيجابية وهيبقى في فرج، فلازم تخلوا بالكم الفترة دي حرفيا. ليه؟ علشان السكة الجديدة مفتوحة في حياتكم. بسم الله. اول حاجة برضو انتوا عندكم طريق خير. الطريق الخير ده
هيبقى نجاح مشروع، بس الفترة دي حرفيا لازم تحصنوا نفسكم. ليه؟ علشان في شد وجذر بينكم وما بين حد، في طاقة سلبية محطوطة، لا إما بينكم ما بين أولاد، لا إما بينكم ما بين شريك الله أعلم. فياريت تخلوا بالكم وما تشربوش أي حاجة من إيد حد. ليه؟ علشان الأذى متوزع عليكم، الأذى اللي متوزع عليكم ده من ناس كتيرة جدا. ودايما أقول ما تشربوش حاجة من حد ولا تاكلوا حاجة من حد. ليه؟ علشان خاطر انتوا هنا في يعني أمور بتأذياكم، كمان في حاجة انتوا ضدها، في حاجة انتوا رافضينها ومش راضين توافقوا عليها. اوعوا تستعجلوا في يوم من الايام على اي حاجة مش انتوا مقتنعين بها. كمان في اتفاق هيكون حلو جدا، في شخص عندكم بيكرهكم مش حابب لكم الخير، الشخص ده عامل زي جهنم بالظبط، مجرم مش حابب الخير لاي حد. كمان انتوا هنا في تملك لاشياء جديده، في شمعه هتنور لطريقكم باذن الله. انتوا بتحترموا الناس اللي بتحترمكم قوي، بتحبوا ما يعني تيجوا يعني انتوا فعلا من الاشخاص اللي بتيجي على نفسها علشان من اجل الاشخاص اللي في حياتكم. فلازم تخلوا بالكم بقدر المستطاع. عندكم محكمه، والمحكمه دي هتكون فيها خير ليكم انتوا، او هيبقى فيها قرار صح باذن الله. ليه؟ علشان طال انتظاركم او طال الامور اللي اذياكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا هنا في خروج من محنه، خروج من أذى. مهما تعملوا خير مفيش حد بيقدر الخير اللي انتوا بتعملوه، مهما تعملوا مش حاسين انه في حد حابب لكم الخير خالص. الناس اللي موجودة في حياتكم دايما بتحاول تأذي فيكم، دايما بتتكلم عليكم، دايما مؤذيين جدا. انتوا هيكونوا في الطاقة الإيجابية بتاعتكم وهيكون في فرج ليكم، فياريت تخلوا بالكم. كمان انتوا بقالكم فترة عمالين تدعوا ربنا كتير جدا علشان تحققوا الهدف بتاعكم، او البعض منكم بقاله اكتر من مدة، بقاله اكتر من فترة معينة عمال يدعي ربنا، عمال يقول يا رب انا محتاج لك، يا رب اقف جنبي، يا رب ساعدني، الله اعلم. بس عندكم دعاء مستجاب الفترة اللي جاية باذن الله، وهيكون في تجديد لطاقة حلوة جدا. فبلاش الزعل وبلاش الغدر وبلاش اي حاجة تفكروا فيها سلبية. ليه؟ علشان في اكتر من طريق مفتوح قدامكم. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم في عمل، وفي حد هيساعدكم في فلوس او هيساعدكم في اشياء جديدة، في تبشيرة حلوة جدا. بس لو عليكم ندر اوعوا تنسوه، اوفوا بيه، اوفوا بيه النذر اللي عليكم، علشان انتوا ممكن تكون ناسينه. انتوا عندكم انفراجة حلوة، والانفراجة دي هيكون من وراها خبر متعلق بمكالمة في التليفون. المكالمة التليفون دي هتفرحكم قوي، وهيكون هتكونوا اذكياء ان انتوا هتكتشفوا حقيقة الناس اللي حواليكم. كمان انتوا هنا يعني من الناس اللي هي ما يهزهاش الجبل ابدا، بس موت حد عندكم اذاكم، موت حد عندكم يعني زعلتوا قوي انه حد توفى او حد بعد عنكم. انتوا هنا يعني ممكن يكون كان في مشكلة بينكم وبين حد، ودخلتوا حد بينكم وده كان غلط منكم انتوا، او ده كان خطيئة انتوا عملتوها. فدايما اقول ما تدخلوش اي حد بينكم وما بين حد. كمان الفترة دي هيكون ليك نصرة، والنصرة دي هتكون من عند ربنا. تسمعوش كلام حد، في ناس مؤذية بتحاول تأذيكم، بتحاول تلعب بيكم، بتحاول تتكلم عليكم. فلازم تخلوا بالكم، انتوا فوضتوا امركم لربنا وقلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد يأذينا، او بمعنى صح اي حد ممكن يتكلم علينا. عندكم خير الفترة اللي جاية ورزق، والرزق ده هيكون حلو وهيكون خروج من المحن اللي انتوا فيها. بس لازم بإذن الله، بإذن الله تكونوا حاوطين على اللي في ايدكم، يعني ما تكونوش مصرفين، عشان انتوا كرمة جدا، كرمة زيادة عن اللزوم. فلازم تعملوا حساب الايام اللي جاية، امسكوا على ايدكم وامسكوا على مصاريفكم وداري على شمعتكم، علشان اي حاجة عندكم تتم.
كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم تبشرات حلوة وخروج من ضيق لنور بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. ده كان ايه؟ ده كانت قراءة المجموعة رقم 1 اللي هي الحروف اللي احنا قلناها. طيب نشوف مجموعة رقم 2 بقى اللي اختارت اللون الاحمر، اللون الاحمر اهو، وكمان المجموعة بتاعتكم اهي والمصحف بتاعكم اهو. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا المجموعة بتاعتكم اهي، اهي حرف الطا والظا والعين، عشان اوضحها لكم اكتر، حرف الطا والظا والعين والغين واللام والميم والنون والفاء والقاف والكاف والهاء والواو والياء. طيب دول اصحاب المجموعة رقم 2 الشمعة الحمراء. هنقول بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. التحدي ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، شوفوا أنهي اللي هتنطبق عليكم أكتر وأنهي اللي هتكون قوية بالنسبة لكم. بسم الله سورة الروم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي السورة دي بتدل على ايه؟ بتدل ان انتوا طال انتظاركم، او بتدل ان انتوا في امور عندكم مستخبية ومتدارية. هنقول بسم الله. اول حاجة انتوا عندكم حسد شديد. من مين؟ من الارض. محسودين من الحيطان، محسودين من اي حاجة حواليكم. الحسد ده هو سبب العراقيل اللي عندكم بقالها اكتر من سنة. الامور اللي عندكم دي سببها حسد شديد. البعض منكم عنده فرحة، والفرحة دي هتكون نصرة من عند ربنا، هيبقى في انتصارة حلوة جدا وهتكونوا مبسوطين على ارض صلبة الفترة دي. بس عشان كده لازم تحصنوا نفسكم بقدر المستطاع. ليه؟ علشان عندكم تشابك في مواضيع عندكم. كمان الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم انتصار، الانتصار على العدو اللي موجود في حياتكم. فياريت تخلوا بالكم كويس جدا وما تيجوش على نفسكم من اجل الاخرين، وبلاش تفضلوا تقولوا كلام سلبي على نفسكم. بلاش تقولوا احنا نحس، احنا لا، اكبر غلط اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا عندكم طاقة حلوة باذن الله. ايه الحسد؟ طيب او محسودين على ايه؟ على طيبة القلب، على الحنان، على اللي في ايدكم، على كل حاجة في حياتكم. حتى لو حياتكم بسيطة محسودين عليها، الحسد عليكم حق، ده جزء كبير من حياتكم، فلازم تخلوا بالكم. وبلاش ما تدوش اي حاجة في الدنيا اهتمام اكبر من حجمها. ليه؟ علشان في ناس كتيرة جدا مش حبالكم النجاح اللي انتوا فيه حاليا، ولا حبالكم النصرة اللي لسه اصلا ما جاتش في حياتكم. ليه؟ عشان الناس مؤذية قوي اتجاهكم. بسم الله. طيب عندكم هنا حنان وحب لحياتكم، او عندكم اختفاء من مشكلة كبيرة جدا، شايلين هم الدنيا فوق كتفكم وماشيين، وده اكبر غلط. لازم تدي كل حاجة حقها. كمان انتوا هنا في حد بيتكلم عليكم، الحد ده انتوا مش مدينه اهتمام اصلا. في عقبة موجودة في حياتكم، والعقبة اللي موجودة دي بتحاول ان انتوا تتخطوها بقدر المستطاع. ليه؟ علشان فعلا زي ما قلت لكم طال انتظاركم. في حد هنا، الحد ده اداكم او وقف جنبكم في اكتر من حاجة، واداكم قوة، دعمكم، ساعدكم لاكتر من حاجة. فالحد ده فعلا كويس جدا، فياريت تخلوا بالكم منه جدا. انتوا حواليكم اكتر، يعني حواليكم ناس كتيرة جدا اكتر ما انتوا مركزين في حياتكم، هم اللي مركزين في حياتكم. في كذبة وقعت عليكم، والكذبة اللي وقعت عليكم دي انتوا صدقتوها، وبعد كده اكتشفتوا ان الكذبة دي يعني هي كذبة، واكتشفتوا ان الوضع ده ما كانش ينفع. طيب انتوا شغالين اكتر من شغلانة، او ممكن تكونوا شغالين وبتفكروا 24 ساعة. في امور عندكم يعني كتيرة فوق كتفكم، بتجتهدوا اكتر اجتهاد لتوصلوا للهدف، بتعملوا حاجات محدش يعملها،
خدوا بالكم من حد بيكرهكم، الحد ده بيحاول يستفزكم ويأذوكم، وانتوا طيبة قلبكم ممكن تقعوا في الفخ اللي هو عمال يحضره لكم، فخدوا بالكم كويس جدا. في حد يعني أستاذ، أستاذ جدا إن هو يخلق المشاكل من تحت الأرض، مميز جدا. في نفور بينكم ما بين الشريك بشكل كبير، في بعض المشاكل أو في أمور يعني بتستجد عندكم في حياتكم. كمان في اختلاف بينكم ما بين حد، والاختلاف ده يعني ممكن يكون بينكم وبين حد علاقة، ففي اختلاف، في فرق سن، في حاجة معينة، في حاجات مختلفة عندكم. في مودة ورحمة، او انتوا بتعاملوا الشريك بالمودة والرحمة وهو العكس تماما. في تفكير رهيب عندكم. كمان انتم يعني مناماتكم بالليل فيها كوابيس، مش عارفين ترتاحوا او مش مرتاحين، حتى في نومكم مش مرتاحين. عندكم لقاء حلو جدا مع حد أذاكم وهتاخدوا حقكم تالت ومتالت. في خوف عندكم من أكتر من حاجة، ورغم الخوف اللي عندكم ده هتكونوا منتصرين. مين الشخص اللي مات عندكم ومازال بتبكوا عليه؟ في استقرار حلو جدا لحياتكم الفترة دي. الناس اللي حصل عندها انفصال هيبقى فيه رجوع، او هيبقى فيه تغطية لاكتر من حاجة. انتوا هنا على وشك التبشرات الحلوة، او في خبر عندكم هياخد كل حياتكم في الانفراجات بإذن الله. مين الشخص اللي طمعان عندكم؟ طمعان حتى في المية اللي انتوا بتشربوها، وانتوا حسيتوا بالكلام ده. انتوا في عقبة موجودة قدامكم عايزين تمحوها من حياتكم بأي شكل. في كمان هنا امور باذن الله الامور دي هتكون خير ليكم. مين الشخص اللي انتوا حاليا حاطينه في بالكم وعايزين تاخدوا منكم تاخدوا حقكم باي شكل؟ ليه؟ علشان حاسين ان هو اذاكم فعلا. عندكم كمان تطهير من علاقة سامة او من عيشة سامة او من حاجة مؤذية ليكم، الله اعلم. في اكتر خروج من اكتر من حاجة. انتوا الفترة دي ما بتوش تفكروا في اي حاجة تأذيكم او اي حاجة تعباكم، بدأتوا تفكروا ان انتوا تطلعوا من اي ازمة، من اي مشاكل، من اي امور سلبية. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، في حياء ليكم من جوه قلبكم، يعني ممكن القلب اللي عندكم بينزف. في تغيرات حلوة او انتصار حلوة، في تغيير جذري لحياتكم بإذن الله. انتوا بتلعبوا دور كبير جدا، هو الدور اكبر منكم، بس يعني خلاص بدأتوا ان انتوا يعني قلتوا ان انتوا احنا تعبنا، فلازم ان احنا نبقى احسن من الاول. عشان كده في امور مستجدة ليكم. بس في حد عندكم معجب بكم او الفترة دي وعايز يتكلم معاكم، عايز يفتح معاكم مواضيع، عايز يعمل اي حاجة علشان يرضيكم، بس انتوا من كتر الصدمات اللي انتوا واخدينها مش حاسين مهما يعمل، او مش يعني مش شايفينه بمعنى اصح. فيا ريت تخلوا بالكم الفترة دي، وزي ما قلت لكم حاولوا بقدر المستطاع تطهروا علاقتكم باي حد، او تخرجوا من اي دي او من اي محنة متوزع عليكم من اشخاص موجودة في حياتكم. اللي بيفكر في محكمة هيكون خير، او اللي بيفكر في التجديد هيكون خير ليكم. انتوا ما يعجبكمش اي حد، ما فيش اي حد يعجبكم، بتنشدوا جدا او بيكون في او بتتشدوا قوي قوي للاشخاص اللي تحسوا فعلا اللي تسحب قلبكم من مكانكم. لو بتحبوا حد بلاش تتكلموا عنه كتير. في سنين او بقالكم كام سنين حاجة ما غيرتهاش ابدا، انتوا اصلا بتحبوا التغيير، بتحبوش الروتين ابدا، بس في حاجة عندكم عايزين تغيروها بقدر المستطاع الفترة دي. انتوا ماشيين بما يرضي الله، وعشان كده ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب. ما بتحبوش التبذير، ولا بتحبوا ان انتوا تكونوا مبذرين زيادة عن اللزوم، انتوا بتحبوا بتمشوا بما يرضي الله. دايما حاسين ان الناس اللي حواليكم مش كويسين، دايما عندكم وسواس
بيقول لكم على الحاجة اللي قبل ما تحصل، وبتسألوا أسئلة كتير. يعني احنا ليه بنعرف او بنحس بالحاجة قبل ما تحصل؟ انتوا عندكم غدر، والغدر ده جالكم من ناس مقربة. انتوا عندكم ظلم، والظلم ده بيخليكم تفكروا كتير. مين الطفل اللي عندكم مازال تعبان وبيعاني، وانتوا عملتوا حاجات كتيرة جدا من اجله ومفيش اي نتيجة؟ ليه بتجيلكم رعشة من وقت للتاني من غير اي سبب؟ في حد، يعني انتوا ممكن يكون عندكم حد في ضيق، حد مخنوق، لا اما مريض، لا اما في سجن، لا اما كده محجوز، الله اعلم. الحد ده تعبان وانتوا بتعانوا من اجله، انتوا اصلا بتحسوا باللي حواليكم جدا. طيب في باب مقفول عليكم، والباب المقفول عليكم ده بيخليكم بتعانوا، والشخص اللي طمعان فيكم ده ان شاء الله باذن الله ربنا هياخد لكم حقكم في الوقت المناسب. انتوا عندكم طاقة انتظار، وطاقة الانتظار دي قريب جدا الامور عندكم هتستجد في حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم فك لكرب في حياتكم الفترة دي حرفيا. وزي ما قلت لو انتوا عندكم ضغط نفسي او تعب او اي امور فيها عراقيل، في تحسن الفترة اللي جاية، وفي امور عكس تماما اللي انتوا فيه، والبشرة السارة دي هتفرحكم. طيب قولوا لي بقى، انتوا عندكم طاقة زعل، طاقة الزعل دي على مين؟ على الشخص اللي موجود تعبان عندكم، ولا على مين؟ في شخص عندكم انتوا تعبانين على تعبه وزعلانين على زعله، او انتوا دايما علاقتكم باللي قدامكم بتبقى بتتأثروا جدا بيه. بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الفترة دي حرفيا عندكم صنفرة، صنفرة لناس كتيرة جدا، هتمحوا ناس كتيرة جدا من حياتكم، او ناس كتيرة جدا اذا كانت ظلمتكم او اذتكم. زي ما يكون في ناس حرفيا انتوا هتخرجوها، بس انتوا ليه حاسين بكسرة؟ ليه حاسين ان العقبة دي مازالت موجودة؟ انتوا في حد كان روحكم فيه، ما توقعتوش ابدا ان هو يأذيكم او يغدر بيكم، او بمعنى اصح ما توقعتوش ابدا ان الشخص ده ممكن في يوم من الايام يطعنكم، ممكن في يوم من الايام يغدر بيكم، ممكن في يوم من الايام يتعبكم نفسيا. وعشان كده انتوا في الفترة دي حرفيا هيكون عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من ازمة، خروج من اي مشكلة سلبية مؤثرة عليكم. كمان انتوا هنا بينكم وبين حد حاجة مشتركة، ايه هي الحاجة المشتركة دي؟ الله اعلم. بينكم وبين حد اشتراك في امور، تجديد في طاقات، الله اعلم، استقرار نفسي، استقرار جسدي، الله اعلم. بس انتوا في امور صالحة ليكم هتعملوها. انتوا مليتوا من المكان، او مليتوا من الكلام، او مليتوا من نفس الحاجة اللي عمالة تعملوها. ممكن في حد عندكم عمالين تتكلموا معاه وتقولوا له الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط، الحاجة اللي انت فيها ده غلط، وهو مش سامع لكم كلام ولا مهتم باللي انتوا بتقولوه. انتوا هنا عندكم طاقة توتر وطاقة خوف، حيرانين، خايفين، في امور عندكم بتستجد، فلازم تخلوا بالكم بقدر المستطاع. كمان انتوا في حاجة هنا واقفة وعمالة تأذي فيكم او تاخد من الطاقة بتاعتكم. انتوا بدأتوا تقولوا خلاص، عندكم حد دايما بيؤمر فيكم، مدير، حد اعلى منكم عمال يؤمر فيكم، وانتوا مش حابين المواضيع دي. في رسالة، والرسالة دي هتكون زي الرياح، هتجيلكم وهتبشركم وهتنقذكم من حد عمال يأذي فيكم. كمان انتوا خسرتوا حاجة، والخسارة دي كانت من عند ربنا لأجل ان انتوا تحسوا بالحاجة اللي جاية لكم. في حد ناوي ينتقم منكم على حاجة هو فاهمها غلط، او حاجة انتوا مالكمش ليها ذنب، هو فاهم المواضيع غلط. انتوا حاسين ان في حاجة بتسحب من الطاقة بتاعتكم، حاسين فيه بوجع قلب فظيع، وانتوا برضو مالكمش اي ذنب فيه.
الفترة دي في يعني حد هيجي فعلا وهيطبطب على حياتكم ويقول لكم احنا كنا ظالمينكم في يوم من الايام، او كنا غادرين ما كناش متوقعين كده. في موضوع او في قعدة او في كلام كنتوا قاعدين فيه واتكسفتوا او زعلتوا او حصلت حاجة في كده، وشكم احمر الله اعلم، بس حصل عندكم كسوف وخجل ليكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في بصمة، في امضاء، في حاجة جديدة هتعملوها وهتكونوا مبسوطين. كمان في حد عمال يتناقض فيكم، الحد اللي عمال يتناقض فيكم ده انتوا مش هتدوه اهتمام، هتطلعوا من اللي انتوا فيه بإذن الله وهتكونوا منتصرين. انتوا عندكم ضعف اليومين دول في اكتر من حاجة، وده طبعا اذياكم، بس ما تزعلوش خالص على نفسكم، انتوا عندكم تغيرات حلوة او استجداد لاكتر من حاجة. كمان انتوا ماشيين بما يرضي الله، وعشان كده دايما نيتكم تجاه الامور اللي حياتكم سليمة. مين اللي دخل عندكم في مشروع، او انتوا دخلتوا في مشروع، او كنتوا شغالين في حسابات الله اعلم، في حاجة كنتوا عاملينها وحصل فيها خطأ او حصل فيها مشكلة، في حد ضربكم ضربة، والحد اللي ضربكم ضربة ده انتوا ما توقعتوش في يوم من الايام انه يعمل فيكم كده او يأذيكم. طيب في حاجة الفترة دي حرفيا هتبطلوا تعملوها، يعني اذا حاجة هتبطلوا تفعلوها، الله اعلم هي ايه، بس في حاجة انتوا دايما بتعملوها الفترة دي هتبطلوا تعملوها، هتقولوا خلاص يعني انتوا اذيتوني فعلا، قلبكم هنا موجوع رغم ان انتوا صبرتوا على حاجات كتيرة جدا، بس القلب مازال موجوع وبينزف. مفيش حاجة الفترة دي مأثرة عليكم غير العين، انتوا يعني مفيش حاجة مأثرة عليكم قوي غير العين الكبيرة اللي مأثرة عليكم في كل حاجة ومخلياكم دايما في تراجع، ومفيش اي حاجة بتستجد عندكم. فلازم حرفيا التحصين والاذكار، وتبعدوا عن اي حاجة مؤذية. ليه؟ علشان انتوا مميزين جدا في كشف الحقيقة، مميزين جدا ان انتوا تعرفوا الناس على حقيقتها، مميزين جدا ان انتوا بتعملوا اشياء جديدة واشياء مختلفة، فلازم تخلوا بالكم. ومهما الحاجة تدمركم في حياتكم ابعدوا، ما تخليش اي حاجة تأثر عليكم. ليه؟ علشان انتوا محسودين حسدا تاما في حياتكم. كمان انتوا هنا عايشين وحاسين ان انتوا مش عايشين، حاسين ان انتوا في حاجة بتاخد الطاقات بتاعتكم، فخدوا بالكم، خدوا حذركم من الناس اللي موجودة في حياتكم. حاجات كتيرة جدا ضاعت منكم وبتدوروا عليها، حاجات كتيرة جدا راحت منكم وبتفكروا فيها. الفترة دي في طاقة جديدة، في أمور جديدة، في قوة خارقة على أي شكل في حياتكم. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون في هدية هتتجاب لكم، او انتوا يعني ممكن مواعيدكم تكون مظبوطة قوي، يعني بعض منكم كل شوية يبص في الساعة، البعض منكم لابس ساعة، البعض منكم بيفكر يجيب ساعة، الله اعلم. انتوا عندكم مواعيد دقيقة يعني مواعيد كده مهمة. وكده نكون خلصت قراءة المجموعة رقم 2 والمجموعة رقم 1. يا رب استخارتنا النهاردة تكون عجبتكم وتكون مميزة بالنسبة لكم، وما تبخلوش علي ولا باللايك، وتقولولي ايه القراءة اللي انطبقت عليكم، من الاول للاولى ولا التانية.